أفاد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أنه وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في المطارات والموانئ الأجنبية وإخضاعهم احترازيا لفترة حجر صحي مدة 14 يوما في مراكز معدة لهذا الغرض. واعتبارا من تاريخ اليوم وإلى غاية يوم الأحد الخامس من شهر أفريل الجاري، فقد شرع في رفع الحجر الصحي عن الرعايا المعنيين به بعد إجراء فحص طبي شامل يؤكد سلامتهم من وباء فيروس كورونا. هذا وقد استفاد من الإجراء أكثر من 850 شخصا على مستوى ولاية تبسة، عنبة، طارف، سوق هراس ووادي سوف، وقد تمت مباشرة عملية نقل المعنيين إلى مقار إقاماتهم عبر وسائل الركوب المخصصة لهذا الغرض، وتم بالموازاة مع ذلك تطهير وتعقيم الأمكنة محل إجراء الحجر. والعينة من عنبة مع ابتسام جاوي. إنهم تحت الحجر الصحي منذ 14 يوما وقد حان وقت آخر معاينة طبية لهم. من أول يوم، يوم 18 من هذا الشهر إلى غاية اليوم، كل يوم لدينا فحص يومي كما كنتوا تشاهدوا مرتين في اليوم. لحد الآن الحمد لله راهم في صحة جيدة. اليوم 15 طبعا هم أحرار. أكثر من 200 مواطن جزائري إضافة إلى رعية ليبية تكفلت الدولة برعايتهم صحيا على مستوى عدة منشآت سياحية بعنابة بعدما وفرت لهم كل وسائل الراحة. والله غير رانا بيان الحمد لله، الله يبارك خمنا دلاك يطري بيان. Je veux remercier tout le staff, l'hôtel, la gendarmerie, la Hibarek, سهرنا في اللان اش 24. هما يسمحوا لنا وحنا او دوبي ما تقبلناش ودوقا رانا احنا ماناش حابين نروحوا. والله العظيم راه عجبنا الحل ما شاء الله، والله كي الدار كي لي ميدسان ما شاء الله يرحم الدولة تاعنا. تبارك الله فيها، تهلاو فينا. تهلاو فيا بزاف وشفت منهم حاجات مليحة بزاف. وما تهتموا بيا وخدروني، ما تحسيت روحي في بلاد التاني وما قصروش معايا في والو. نهاية الحجر الصحي وقد حان وقت عودة نزلاء عنابة إلى عوائلهم، عودة سخرت لها ولاية عنابة كل الوسائل البشرية والمادية. اليوم رانا هنا متواجدين لنعطي انطلاق القافلة التي سوف إن شاء الله تجوب عدة ولايات باش توصل هذه المواطنين إلى أهاليهم وديارهم سالمين معافين إن شاء الله. هكذا حريصت الدولة الجزائرية على تأمين مواطنيها، فعودة محمودة ميمونة للجميع.